بتنفيذ إضراب عام فيه مغالطات كثيرة وفق نائب رئيس المجمع عبد العزيز بن محرز. وقد بيّن نائب رئيس المجمع في ندوة صحفية بيّن أن مطالب المنضويين ضمن هذا الهيكل المهني الأساسية تتلخص في إلغاء القرار الذي اتخذته وزارة التجارة في جوان 16/2000 والقاضي بإعادة النظر في وزن خبز الباغيت وشكله ومراجعة منظومة الدعم التي لا يتمتعون بها والمضبوطة بقانون 56/900 الذي اعتبروه قديما لا يستجيب لتطورات قطاع المخابز، إذ تمثل المخابز المتخصصة في صناعة الخبز والمرطبات المزاولة وفق كراس الشروط منذ سنة 2008 ثلث مخابز البلاد. أهم مطلب أن سيبونا خلينا نخدم، هذا أهم مطلب، سيبونا نخدم. لجينا طلبنا لا بدعم ولا حتى شيء من الدولة، احنا حاسين بالظرف اللي تمر به الدولة ونخدموا نصوروا في حاجة قليلة ولا باس، الحمد لله يعني مستورة ولا باس. فما قرار جائر من وزير التجارة سي محسن حسن وقع ويحبوا يطبقوه تويك، اللي يدخل في شكل الباقيت قالك ما تصنعش هكا واصنع هكا، بوتيقة مراجعة القانون تاع 56 هذا أكل عليه الدهر وشاري بقى قانون 56 من عهد الاستعمار. هذه ما عاش عيب، احنا كي نسمع انا يقول لي انا قانون عالي، انا قانون عالي هذا، احنا جات ثوره وبدلنا الدستور وبدلنا كل شيء في البلاد، نحبوا يتبدل للاحسن. وإلى جانب الجدل القائم حول وضع المخابز، هناك جدل من نوع آخر يخص علاقة تونسي بالخبز ومدى استهلاكه لهذه المادة، والتي تبدو العلاقة بينهما وطيدة، حيث أثبتت بعض الدراسات ومن بينها البحث الميداني الذي أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك أن الشعب التونسي هو أكثر الشعوب استهلاكا للخبز خاصة للصنف المدعم. وفق دراسات فإن الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة جراء التبذير في استهلاك الخبز تقارب 100 مليون دينار. يعد رغيف الخبز من أساسيات مائدة التونسي في وجباته الغذائية اليومية، فهو يقبل على شراء الخبز بأنواعه المختلفة وبكمية تزيد عن حاجته. صراحة ماذا بيا ديما الخبز يكون في الدار معناها موجود، حتى نستحق واحد عنده صغار هكاك معناها لازم يقعد في الدار حويجة، لازم ناخذوا معناها كما نقولوا احنا نسرقوا 3 باقيات، نقولوا مثلا نشري 4. المواطن يشري اكثر من اللي يستهلك، كان يستهلك هو 2 باقيات يشري 3 4، خاطر سوم الخبز رخيص عنا برشا. ووفق دراسة أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك، فإن التونسي يتلف ما يقارب عن 800 ألف رغيف سنويا، وأن أغلب التونسيين يتعاملون مع مادة الخبز سواء على مستوى سلوكيات الشراء أو التبذير أو طريقة إعادة الاستعمال دون ثقافة استهلاكية. بصراحة خبز مش عادي، خبز مطيش، مش بكيفية، مش عادي، فهمتش، فماش مراقب، فهمتش شوف مطيش حتى حاشاك في بوباليه درا، فهمتش كيفاش المواطن كيفاش يخمم. الخبز المتبقي من المواطن أو من المخابز أصبحت تجارة للبعض، حيث يقوم هؤلاء بالتجميع من حاويات الفضلات أو المخابز ويبيعونها للفلاحين لتكون علفا للماشية. عندي من مخابز هذيك كل يوم عندي سيركوي نمشي عليه، نجيب من المخابز يكلموني في تليفون، وزاد ثم بعض من معناتها مواطنين يجيبوا لي خبز بيت، فهمتني، ياخذوا حقهم وخبز البيت. بين عدم وعي بعض المواطنين بضرورة ترشيد استهلاكهم وبين مخابز تعاني من منافسة غير قانونية من محلات تصنع الخبز دون ترخيص، تنشط خلف هذه الإشكاليات تجارة موازية لا تخضع لرقابة اقتصادية أو صحية لمادة مدعمة مثل الخبز. وعليه فإن متابعي الشأن الاقتصادي يطالبون بتطبيق القانون على المحلات الغير مرخص لها صنع الخبز حتى لا تتكبد الدولة خسائر مالية في قطاع الخبز المدعم.